أما الحدث الرياضي الأبرز والأهم اليوم فهو المباراة المرتقبة الليلة في 9 مساء على استاد القاهرة، حيث يداعب لقب الأميرة الإفريقية جمهور الأهلي بمباراة إياب الدور نصف النهائي بدور الأبطال أمام الوداد المغربي، بعدما حقق الأهلي فوزا نظيفا بهدفين في مباراة الذهاب. ويجهز موسيماني أحمد فتحي لخلافة معلول حال فشل المحاولات الأخيرة لتجهيزه بعدما غاب عن تقسيمة الفريق الجمعية أمس بسبب شعوره بألم في العضلة الخلفية، ووقتها فضل الجهاز الفني عدم مشاركته خشية تفاقم الإصابة.